السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجواء مكة اليوم مشمسة إلا في بعض الاتجاهات، يعني الآن اتجاه الشمال في سحب، الاتجاه الشرق في سحب، والجنوب الشرقي في سحب. طبعا السحابة هذه على الهدى ملكان، ونقول يا رب يا كريم إن الله يرزقنا الغيث وتجينا على العوالي وتجي على مكة إذا أحرفتها الرياح علينا، نقول يا رب. وهذه السحابة أكثر تركيز المطر على الشفق، هذه كلها سحابة خير، ومثل ما توقعت بإذن الله تعالى إنه السحابة راح تنحرف على مكة، نقول يا رب يا كريم. مساكم الله خير، وهذه سحابة الخير ما شاء الله تبارك الله بدأت تسحب على مكة. الله مسكم خير وتجعلنا من القانطين. وهذه العوالي ما شاء الله تبارك الله والأجواء، الآن داخلين إن شاء الله في سحابة طيبة، هذه خلاص مقبلين عليها بإذن الله. الآن علينا رذاذ والنت يضع هنا المشكلة، ولكن الخير بإذن الله في النقطة هذه. هذه عرفات ما شاء الله تبارك الله، جاءتها رشة طيبة، والآن علينا رش مثل ما تشوفون ما شاء الله تبارك الله، والمطر غزير شوفون ما شاء الله تبارك الله. الله مصيبة نافعة نعم ذلك في البلاد والعباد ما شاء الله تبارك الله. شوف وزارة الأمطار على جبال النعمان، شوف تيمو اذا مو هنا هنا لا مو هنا، طبعا ندور بعيد شكله هنا. يا حبيبي يا ولد تعال تعال يا ولد الوحشة، والله تعال يا وحشة تعال 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 تعال. طيب كيف حالك؟ ما في مطار اليوم زين وبعيدة، ولا كان مشيتك معي؟ أهجد أهجد يلا ليو، نط نط بسرعة، نط يلا نط شاط.